8:30 صباحا بتوقيت القاهرة، تستيقظ أعين هؤلاء المصورين صبيحة السبت من كل أسبوع والناس نيام، ليتحروا الجمال في الشوارع والأزقة القاهرية التي ربما نعبر عليها يوميا ولا نرى فيها ما يلفت النظر. العدد كان مقتصر على المصورين فقط، بعد كده فكرنا نضيف بقية الناس كلها اللي بتحب التصوير أو هواة التصوير. عملنا إيفنتات على الفيسبوك وابتدى الموضوع يتطور واحدة واحدة، كنا بنبقى 50 واحد، الموضوع تطور أكتر 200 300 400، بننزل كل يوم سبت خروجة في مكان أثري مختلف. الخروجة بتبدأ مثلا من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2-3 لحد ما الناس تمل خالص. في بعض الناس بتفتكر مثلا ان احنا مظاهره للوهله الاولى، يعني اول ما يشوفونا كتير كده ايه ده، هو في ايه مظاهره ولا ايه؟ لا يا جماعه، احنا ناس بننزل نصور وبنحب نزور الاماكن الاثريه دي نصورها. هم ليسوا اصدقاء عمر ليمشوا جنبا الى جنب كل تلك الكيلوات من الامطار، وربما لا يعرف غالبيتهم بعضهم بعضا، ولكن جمعهم حب التصوير ومهمة البحث عن اللقطة. مرة في مرة ابتدوا يفهمونا في آخر كل خروجة ازاي نصور، ازاي الصورة تطلع حلوة، ازاي نجيبها. ابتدت معدل الصور يزيد معايا مرة في مرة. الأول كان صعب الأول ان انا امشي بالكاميرا، ان الناس بتسأل بتصوري ايه بتعملي ايه، وبالذات اني بنت، فالموضوع كان بيبقى سيء جدا، لكن مع الجروب هنا بيديني فرصة ان انا اصور اللي انا عايزاه. لا أحد منهم يحمل كلمة مصور ببطاقته الشخصية، يعملون بمهن عديدة لا تشبه التصوير في شيء، لينزعوا عن أعينهم نظارة أعمالهم الروتينية اليومية ليروا من خلال العدسات ما لا يرونه طوال الأسبوع. أنا بشتغل محاسبة، خريج كلية التجارة، بحب التصوير يعني، بس ما جربتش أن أنا أشتري كاميرا بروفيشنال غير لما خرجت مع فوتون. التصوير حاجة جميلة جدا، في ناس يعني زي ما في ناس أعداء التصوير في ناس بتحب التصوير، احنا من الناس اللي بتحب التصوير وعايزين ننشر الثقافة دي. أنا بحب التصوير في أماكن كتير في القاهرة وصورتها النهاردة. من شارع لآخر سائرين حاملين كاميراتهم كالقابض على سلاحه، حتى أن المارة وسكان المناطق سيشاركونك الظن والشك في أنهم يقومون بالتظاهر، ولكن الحق أنهم يتظاهرون في حب التصوير. لا تفوتهم لقطة، فحين يهبط الوحي على فنانين عاشقين للتصوير الفوتوغرافي لن تفارق الكاميرا أيديهم، ولن يكلوا إذا صاروا كل تلك المسافات من أجل التقاط صورة. هالة أنديل، الحياة اليوم.